نظم التحالف الوطني بدمياط مبادرة ستر وعافية في قرية الخياطة التابعة لمركز دمياط، وذلك في مجمع القرية ومدرسة ثانوية مشتركة أيضا. وتضمنت القافلة تقديم خدمات طبية متنوعة من داخل الوحدة الصحية بالقرية لإجراء الكشف الطبي بمختلف التخصصات. هذا وتم صرف الأدوية بالمجان دون أي رسوم، علاوة على تيسير إجراءات استخراج كرت الخدمات المتكاملة وتسليم عدد من الكراسي المتحركة للمستحقين. هذا إلى جانب إقامة معرض للملابس لمختلف الأعمار ومهرجان ترفيهي وتثقيفي للأطفال. شايفة قافلة ممتازة، يعني في خدمات طبية، في خدمات كشف عيون ونظارات، في جلدية، في بطنة، في كمان معانا طب أسرة، في كل التخصصات الطبية، كمان معانا بطاطين والحفة ولحوم، ودي طبعا هتتعمل بطرق أبواب. يعني حتى احنا هم واخدين عدد من المواطنين اللي موجودين، هنروح لحد عندهم في البيوت، مش هيبقوا هم موجودين هنا لتوزيع المساعدات. اول قافله تنزل محافظه دمياط، حاجه كانت جميله جدا، منظمه جدا، عدد هائل من الخدمات والمساعدات بيتم تقديمه لمحافظه دمياط لاول مره. دي القافله ال 26 للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على مستوى الجمهوريه. جايين بنقدم للهيئه، من الهيئه كعضو من اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بنقدم اربع انشطه موجوده داخل القافله بتاعه ستر وعافيه بتاعه النهارده. النشاط الاولاني هو تقديم كراسي متحركه ومعينات حركيه للاشخاص ذوي الاعاقه. جايين النهارده معانا 50 كرسي متحرك بنقدمهم للاشخاص ذوي الاعاقه. معانا كرنفال للاطفال بنقدمه برضو للاطفال خلال برنامج الاطفال. ومعانا زمايلنا في برنامج العيون بيقدم قافله طبيه خاصه بامراض العيون، الكشف المبكر والعلاج. ومعانا كمان في مبادره ازرع يعني حمله توعويه للمزارعين، صغار المزارعين بمبادره ازرع. التحالف الوطني مقدم النهارده وعامل قافله في قريه الخياطه بمحافظه دمياط. اعتقد ان الناس كلها النهارده مبسوطه جدا من العمل اللي موجود، والاهالي كلهم مبسوطين. في قافله طبيه، في حفله ترفيهيه تثقيفيه للاطفال، بنقدم الشكر والتحيه لكل المؤسسات المشتركه مع التحالف الوطني. انا كشفت من النبي وتعودني هيدينا عمل عمليه وهيعمل لنا نضاره وجايب لي كل حاجه. وجينا طبعا ما شاء الله في نظام وفي حاجه جميله، وانا كنت جاي اكشف عظام، فما شاء الله كشفوا لي بنظام كويس يعني، وجبت علاج وكل حاجه تمام.